برضو من خلال بعض الدراسات اللي كان اللي كنا قرأناها قبل كده، ان اصلا الاعتماد الرئيسي الحالي لمصر هو على مية النيل، مفيش اعتماد على مياه الابار، مفيش اعتماد على اي مصادر مياه اخرى زي التحلية زي المعالجة الثلاثية للمياه. دي برضو حاجة في الصرف الصحي موجودة في مصر بس مش بشكل كبير، وهي معالجة مياه الصرف الصحي ثلاثيا بحيث تنفع مرة اخرى استخدامها في الري. معظم الصرف الصحي في مصر بيستخدم او بيعالج ثنائيا، وده بيكون غير صالح للري اطلاقا. في يعني كان في محاولات من في التسعينات والالفينات لتحويل نظام المعالجه في مصر من ثنائي لثلاثي بحيث يتم استخدامه مره اخرى بشكل صحي للري في مصر، ولكن هذه المشاريع طبعا تتكلف مليارات وتوقفت قبل الثوره، وكانت حتى قبل الثوره بيتم استخدامها كدعايه انتخابيه. كنا بنشوف مبارك قبل الانتخابات بيفتتح مشروعات للصرف الصحي كدعايه انتخابيه، ولكن كان ساعات كان بيعيد افتتاح المحطه مره اخرى، يعني بيفتتح المحطه مره او اثنين كدعايه انتخابيه. ما كانش فيه منظومه طويله المدى لتحويل النظام المعالجه للصرف الصحي من الثنائي للثلاثي، وتم رصد كتير قبل الثوره وبعد الثوره كذلك استخدام للصرف الصحي المعالج ثنائيا في الزراعه نتيجه لقله الموارد المائيه، وده طبعا سبب امراض كتير، فشل كلوي وامراض كثيره جدا بسبب ان الميه اللي في مصر بعض الفلاحين بيستخدموا الميه اللي هي متعالجه ثنائيا وليس ثلاثيا. في حصه مصر اصلا الحاليه او الخزان الموجود المائي الموجود في مصر حاليا معظمه من فائض الميه للدول الافريقيه، لان الدول الافريقيه كلها ان كانت غنيه بموارد الميه ولكنها فقيره اقتصاديا، انها مش عارفه تستغل هذه المياه. وحتى برضو كنا درسنا في الكليه، والله اعلم هذه معلومه صحيحه او خاطئه، ولكن اعتقد ان هي صحيحه، ان وحتى كتبت مقالة بهذا المعنى، لو حصل لو الدول الأفريقية ودول منع بالذات بدأت في استغلال الأمثل للمياه عندها، فده هيأثر على مصر بشكل كبير، لأن مصر بالأساس معتمدة على فائض هذه الدول، وإن دول منبع مش بيستغل المياه عندها بشكل كافي. وكان في طبعا تخوفات كثيرة جدا من إن دول منبع تبدأ تستغل المياه اللي عندها بشكل أكبر، فده هيأثر على مصر بشكل كبير، خصوصا ان احنا في مصر مفيش بحوث او اجراءات جاده لموارد مياه اخرى زي خزان المياه الغربي اللي في الساحه الغربيه في مصر، او تحليه المياه، او المعالجه الثلاثيه لمياه الصرف الصحي. برضو كذلك من بعض القراءات والابحاث اللي نشرت في الفتره اللي فاتت، ان كوضع قانوني ان حتى الاتفاقيه الموجوده في مصر في اكثر من اتفاقيه، في اتفاقيه بروتوكول 1891 دي كانت ما بين بريطانيا وايطاليا، في معاهد 1902 دي كانت ما بين بريطانيا والامبراطوريه الاثيوبيه، دي كانت بشان الاختيار المسبق لقبل بناء اي انشاءات على مجرى النيل، في كذلك معاهده 1906 ما بين بريطانيا والكونغو، في كذلك ما بين 1906 كذلك ما بين فرنسا وبريطانيا وايطاليا، دي بتنص على تامين دخول المياه للنيل الازرق. في الاهم في هذه المعاهدات اللي تخص مصر تحديدا كانت 1929 ما بين محمد محمود باشا والاحتلال البريطاني اللي هي مثلا عن السودان، ودي كانت بتتكلم برضو وكان فيها تنغانيكا اللي هي تنزانيا دلوقتي واوغندا، وكانت بتنص على ضروره اختيار دول المصب اللي هي مصر والسودان قبل انشاء اي منشا هندسي على حوض النيل. في كذلك معاهده 1934 دي ما بين بريطانيا وتنزانيا وبلجيكا نيابة عن بروندي ورواندا، في 1953 ما بين مصر وبريطانيا، في 1959 ودي الأهم هي ما بين مصر والسودان بعد الاستقلال. وهذه المعاهدات كلها دول منبع غير معترفة بها نهائيا، وهذه المشكلة ان دول منبع حاليا غير معترفة بهذه المعاهدات، لأن معظمها كانت ما بين احتلال قوى الاستعمار بعضها وبعض، والمعاهدة الأخيرة كانت ما بين مصر والسودان ولم تشارك فيها باقي دول المنبع. ففي مشكله ان حتى كمان دلوقتي حتى معاهده 1959 جمهوريه جنوب السودان في تصريحات مؤخره ليها ان هي لا تعترف بهذه المعاهده، لان جمهوريه جنوب السودان غير جمهوريه السودان دلوقتي، فحتى برضو هناك مشكله ممكن تظهر في المستقبل مع جمهوريه جنوب السودان ان هي قد لا تعترف باتفاقيه 1959. فسريعا برضو اني مش متخصص قوي في الامور الخاصه بالمياه، من بعض الدراسات الموجودة قبل كده رصد دور إسرائيلي
في السنوات السابقه. اول حاجه كان في كثير من المقالات اللي كانت بتتكلم عن ان اسرائيل دوله مصادر المياه ليها محدوده، وايه المشكله لما يتم ايصال تلات السلام الى غزه والى اسرائيل للاستفاده، وجود مشروع مشترك بعد معاهده كامب ديفيد ما بين مصر واسرائيل للاستفاده من مياه النيل لاسرائيل. كذلك في بعض المقالات بتتكلم عن محاصره مصر مائيا من خلال التعاون مع دول منبع، وده كان رصد تواجد اسرائيل اقتصادي وتجاري وسياسي مع كثير من دول منبع زي طبعا اثيوبيا والكونغو وكينيا، في تواجد كثير ده بسبب الفراغ اللي احنا تركناه بقى لنا سنوات طويله.